اهلا اهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم، حشوة بوف. انما ايه بتاكلون صوابعكم وراها. طيب وشو بستخدم فيها؟ تعالوا اعلمكم. قبل ما نبدأ راح نوريكم الحشوة. اول شيء عشان افك العجينة واوريكم اياها مرة واحدة، عندي هنا جبنة الموزاريلا وبطل بنزل الباقي، وعندي جبنة الشيدر المبشورة راح اضيف عليها البيض المسلوق، وطبعا الحشوة ما تتفرزن. راح نضيف عليها الذرة، الصحن صار صغير نبي نجيب واحد ثاني، بس خلوني أكمل المقادير. وعندي هنا البقدونس، وآخر إضافة تبي تكون ملح وفلفل أسود وبهار البطاطس من أي شركة أنت تحبينها. يلا أنا وياكم نفتحها مع بعض عشان تشوفونها. من كثر ما أنا بوافقة فيها ترى مو بأول مرة أعلن لهم، العام أعلنت لهم وتبارك الرحمن بقوة عجبتكم. أول شيء شوفوا تراها تناسب للقلي وللفرن. بعدين مثل أنتم شايفين كلها الفواصل بينها بلاستيك، أسهل بالشغل. خلوني أوريكم إياها من جوا، بشيلها بس عشان تشوف. شوفوا رهافتها، شايفينها؟ شوفوا لونها تبارك الرحمن، تجنن يا بنات تجنن. من بعد رمضان معتمدتها ترى تاخذ العقل. تعالوا أنا وياكم نلفها مع بعض ونكبسها مع بعض كل سهولة الحياة. تطلعينها شفتوا شلون تطلع معك، ولا تطلعينها من بلاستيكتها، خليها بالبلاستيكة. طبعا أنا أعلم البنوتات اللي توهم بعدين أو اللي توهم متزوجين، الأمهات تبارك الرحمن أنتم تعلمون ما تتعلمون، خلوا البلاستيكة أسهل لكم، خليكم كريمين بالحشوة. وبعدين بكل قوتك اضغطيها، وبعدين بكل سهولة تطلع معك بهالشكل. ونفتحها كل سهولة الحياة، بكمل وارجع لكم. نبدأ نقلي البوف بزيت غزير ويكون حار. أول ما ترتفع معنا بهالشكل، ارتفعت خلاص، نبدأ نكب عليها الزيت، ناخذ من الزيت ونكب عليها. هذه أفضل طريقة لقلي البوف. بعد ما نرش الزيت عليها كلها بالكامل نقوم ونقلبها خلاص، تضمنون كذا أنها تكون مقرمشة وجدا جدا لذيذة. شوفوا لون العجينة تبارك الرحمن، خلوني أسمعكم القرمشة. فاضية من جوا، ما فيها حارة، ما فيها ولا نتفة عجين تبارك الرحمن.